وبدوره أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي أن بلادنا استطاعت الحصول على لقاح كوفيد-19 وأنه من المتوقع أن يصل خلال الأسبوع القادم، وأشار الوليدي إلى أن اللقاح آمن ويمكن للجميع الحصول عليه مجانا. استطعنا تشكيل لجان وفرق داخل وزارة الصحة العامة والسكان بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، المكتب الرئيسي في بلادنا والمكتب الإقليمي وأيضا المكتب التنفيذي لهم في جنيفا، مع الأخوة في منظمة الطفولة اليونسف وحلف اللقاح العالمي، وجود خبراء من جميع الشركاء مع الفريق الفني من وزارة الصحة العامة والسكان حسب البروتوكول والجايد لاينز المتعارف عليه مع منظمة الصحة العالمية. واستطاعت بلادنا الحصول على 20% للعام 2021 من اللقاح، وهو مجاني وسيصل مجاني ويكون هو طوعي لمن أراد أن يتطعم، وسيكون أول مثل ما تفضل معالي الوزير أول دفعة ستصل 31 مارس. وتم هناك عمل خطة لجميع المحافظات، ويكون إن شاء الله سيكون الأسبوع القادم يوم 29 الشهر التدريب للعوام الفرق اللي بتتدرب من المحافظات، من كل محافظة 4 أشخاص سيأتوا إلى العاصمة عدن، وهؤلاء 4 الأشخاص سيكونوا مدربين في محافظاتهم وفي مديرياتهم. وهناك خطة ستوزع إن شاء الله لتوصيل اللقاح لهذه المحافظات والمديريات. سيكون الفئة المستهدفة أولهم الكادر الصحي في عموم المحافظات وكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة. اللقاحات هي طبعا لقاحات حسب شهادة منظمة الصحة العالمية لقاحات آمنة، وهناك فريق يشرف عليها أيضا مع وزارة الصحة العامة والسكان في فريق من منظمة الصحة العالمية. وما يتعلق باللوجستيك أو الكولد تشين أو المخازن للقاحات هذه، هناك فريق أيضا من منظمة الطفولة اليونسف تحت إشراف وزارة الصحة العامة والسكان من منظمة الطفولة اليونسف، ووزع لكل المحافظات. هناك طاقة شمسية لمن يسأل عن اللقاحات، طاقة شمسية في كل المرافق الصحية في كل المحافظات في كل المديريات في كل المراكز. ولدينا أيضا هنا مخزن في الجمهورية للمحافظة بشكل عام، هو في مستودع الجمهورية لمن أراد أن يطلع على المخازن، هي موجودة فيها كولد تشين فيها مولدات كهربائية كلها آمنة، ومن أراد أن يطلع فليتفضل، الأمور مرتبة إن شاء الله. أول ما تصل الدفعة والأولى إن شاء الله ستبدأ الوزارة برعاية معالي الوزير تبدأ بالإجراءات التنفيذ إن شاء الله خلال الأيام القادمة.